ازيك شباب، اخباركم ايه؟ النهارده هنتكلم مع بعض شويه عن انمي جوجو بيزر ادفنشر. البارت السادس نزل بقاله فتره، الاعلان بتاع البارت السادس نزل بقاله كام يوم. اتفرجت عليه، حلو جدا جامد. خلينا نتكلم عنه شويه، بس قبل ما نبتدي نروح نحط لايك ونشترك على القناه. اللي ما يعرفش يا جماعه، جوجو بيزر ادفنشر او مغامرات جوجو العجيبه سلسله مانجا يابانيه رهيبة. يعني بيقول لك في اليابان بس لوحدها يعني باعوا اكتر من 80 مليون نسخة في اليابان بس، يعني حاجة فظيعة. يعني المانجا دي من تأليف واحد اسمه هيروهيكو أراكي، هو اسمه كده. المهم يعني يا جماعه، هي مانجا مشهوره قوي يعني، وفي اليابان، وحاجه يعني قلبان يعني، تمام. حلو قوي اليابان وقلبان، ما علينا. طبعا بقى المانجا بتحكي عن ايه بقى؟ طبعا مش عارف ابتدي منين بصراحه، لان هي متعكه، يعني متعكه كبيره جدا، يعني مش عارف ابتدي منين بصراحه. المهم يعني هو البارت الاول بعنوان فانتوم بلاد بيتكلم عن صراع جوناثان جوستر مع ديو براندو. طبعا ديو براندو ما تفهمش هو اتحدف علينا من انهي داهيه، هو السبب ابو جوناثان اللي هو جوستر، هو اللي حدف علينا الداهية دي. كانوا جايبين مشهد كده في الاول خالص، وجوستر ده كان مع مراته راكبين الحنطور، ما اعرفش راكبين ايه، وكانوا ماشيين كده في مكان مقطوع. فالمهم يعني مش عارف ايه اللي حصل، العربيه اتقلبت ومش عارف ايه، وكله مات، ومراته ماتت، والحصان مات، وما كانش باقي غير مين؟ غير عمك دوت، هو الوحيد اللي ايه كان بينازع يعني. فكان في راجل كده مش عارف مستخبي فين، ظهر فجاه قال لك ايه ده، عيله غنيه، ناس مبسوطه، هتموت اما انزل اقلبهم. فجه الراجل بقى ايه بيقلبهم، بياخد الخواتم بتاعتهم والساعه والمحفظه وما اعرفش ايه. فعمك فتح عينيه لقى الراجل ده في وشه، قال له ايه ده، انت جاي تنقذني؟ انا مش مصدق ان انت جاي تنقذني يا ابني. انقذك ايه يا ابني، ده حرامي يا ابني جاي اقلبك، انا مش مصدق ان انت جاي تنقذني. بص يعني انا لازم يعني مش عارف اودي جميلك ده فين، انا لازم اعمل لك اي حاجه. انت اللي انت عملته ده دين في رقبتي يا باشا، الراجل بيسرقك، اللي انت عملته ده دين في رقبتي بس. يعني مشهد يعني تقبلناه بمنتهى السذاجه، يعني الراجل ما فكرش ب 3 جنيه مثلا ده كان بيسرقه او كده، لا هو اصلا الراجل ما شالوش حتى من على الارض عشان يقول لك انت انقذتني. انقذت ايه يا ابن حبيبي؟ يعني هو الراجل عمل، او الراجل عمل لك حاجه اصلا؟ هو فعلا الراجل ما عملوش حاجه خالص، يعني هو فجاه كده جوستر ده فتح عينيه لقى الراجل قدامه قال له انت انقذتني، يعني مش منطقي يعني. المهم يعني براندو ده اللي هو الراجل الحرامي ده كان راجل اصلا يعني حساله، يعني عره الرجاله. المهم يعني براندو ده اللي هو الحرامي كان عنده ابن اسمه ديو، فطبعا ديو ده كان بيكره ابوه جدا اللي هو براندو. فطبعا يعني ايه تفهمش مين كان بيكره الثاني، وما كانوا بيعاملوا بعض يعني معامله نيله خالص، هما الاثنين كانوا حساله. فالمهم يعني براندو قال لي ده، قال له بقول لك ايه يا باشا، ما توجعليش دماغي، انا اب وحش، انا اب زي الزفت. هي كانت العلاقه ما بينهم مقرفه يعني. فالمهم يعني دي براندو قال لي ديو ابنه، قال له بقول لك ايه، في واحد اسمه جوستر، روح انصب عليه، روح عيش معاه، والراجل ده مديون لي اساسا. هو ديو اصلا ما صدق، ديو اصلا كاره حياته، راح لجوستر قال له يا باشا انا ابني الراجل اللي انقذ حياتك. قال له ايوه يا ابني، انت ابوك، انا مديون لابوك، انا مديون لابوك برقبتي، انت لازم تعيش هنا معايا في القصر، لازم تعيش معايا هنا في القصر، تاكل احسن اكل وتلبس احسن لبس واعلمك احسن علام، وتبقى زي ابن جوناثان. ابن جوناثان اهو، تعالى اما اعرفك عليه. راح جايب طبعا ابنه اللي هو جوناثان اللي هو جوجو. المهم يعني اتعرفوا على بعض، كان جوناثان ده طيوب وحبوب ولزوز وعسول وكده، وكان حابب ان يبقى ايه يعني ديو يكون موجود معاه وكل حاجه، يبقى زي اخوه كده ويبقوا اصحابه واصدقاء وكده. لكن ديو كان كلب، يعني ديو كان كلب، كان حساله، كان حقير، كان عايز ياخد ثروه الراجل وبس، يعني كان هو ده شغله الشاغل. دخل القصر دوت يعني اصاب فيه اللعنه، عمل كل حاجه زفت ممكن تتخيلها، قتل الكلب بتاع جوجو، غدر بحبيبته، حاول يسم ابوه، مش حاول يسمه، هو فعلا سم ابوه، كان بيديله ادويه تقريبا مش مظبوطه او مسممه بدل الادويه اللي هو المفروض ياخدها، حاجه نيله خالص يعني. مين يوقف له بقى؟ جوناثان بقى لازم يوقفه عند حد وما ينفعش كده. وحصل صراع ما بين جوناثان وديو. المهم يا باشا كان في قناع حجري، لو حد حطه على وشه وجه عليه دم، هذا القناع بطريقه ما يتحول ويدخل في دماغه ويحوله لمصاص دماء، وطبعا يديله قوه هائله. باختصار شديد كده، ديو لقى القناع دوت وبالفعل بقى مصاص دماء وبقى قوي جدا. جوناثان يسكت؟ لا، راح يتعلم تقنيه كده وتكنيك اسمه الموجات عند واحد اسمه زيبلي. هو اسمه كده، اسمه زيبلي، بقى هو كمان قوي. بعد ما اتدقشوا في بعض هما الاثنين وقعدوا يحاربوا بعض، هي هي الهربيق، لحد ما جوناثان قضى على مين؟ قضى على ديو. بس بعد ما كل حاجه راحت بقى، القصر اتهد واتحرق وابوه مات وكل حاجه راحت يعني. يموت عمك ديو؟ لا ما يموتش، تعرف في اخر الحلقه خالص جايبين كده ايه راجل خادم شايل دماغ ديو كده حاططها في صندوق، فدماغ ديو ايه موجوده.
شايلها كده في صندوق. فقام غدر بمين؟ غدر بعمك جوناثان وهو بيتجوز. اول ما غدر بيه قتل مين؟ جوناثان. فكده جوناثان ايه؟ مات. فلما قتل جوناثان عمل ايه؟ قام ديو اخد جسمه، بقى دماغ ديو على جسم مين؟ عمك جوناثان. وعاش ديو بقى تاني وهرب. يبقى احنا كده ما استفدناش حاجه في البارت الاولاني ده، كده بالصلاه على النبي. نيجي بقى للبارت الثاني اللي كان بعنوان باتل تندنسي، ده اللي هو كان بتاع مين؟ جوزيف جوستر، حفيد جوناثان جوستر. احداث البارت الثاني كانت كلها بتدور حوالين القناع الحجري ومصاصين دماء محنطين، يعني الموضوع ملوش اي علاقه بديو خالص. ده كده البارت الثاني، قاعدين مستنيين عايزين نعرف ديو عمل ايه، هرب راح فين، بيعمل ايه، بيسوي ايه، وجوناثان اللي مات ده بس ما فيش اي لحس ولا خبر، وكل التركيز على جوزيف جوستر ده اللي هو حفيد جوناثان وصراع مع هذا القناع الحجري اللي بيحول الناس لمصاصين دماء ومصاصين الدماء المحنطين. ويخلص البارت التاني برضو على كده لا حس ولا خبر. خد بقى عندك الغلطه دي، تقريبا المؤلف ما عجبوش الافتكاسه اللي عملها في البارت الاول والبارت التاني اللي هي بتاعت القناع الحجري ومصاصين الدماء. قال لك يا عم قناع حجري ومصاصين دماء، لا الموضوع ده مش راكب ومش عاجبني وانا مش هدخل بيه البارت التالت، انا انسف الفكره دي كلها كده على جنب، انسفها كلها كده نسف، واخترع حاجه جديده اسمها ستاندو، اخلي كل شخصيه عندها قدرة خارقة او زي روح شريرة بتمتلك هذا الشخص لها قدرة مميزة وقدرة كده خارقة، ونكمل بالقصة دي بقية المسلسل، دي هتبقى احسن من موضوع القناع. طب انت باشا ما دام انت مش قد الفكرة، يعني ابتديتها ليه من الاول؟ يعني ما دام انت مش قد الفكرة ومش عايز تكمل بيها وما قدرتش ان انت تكمل بيها، ابتديتها ليه من الاول؟ يعني انت خدتنا اتنين بارت كده بحاجه اسمها قناع حجري ومصاصين دماء، بعد كده قمت فاكس كل ده وقمت مدخلنا في حته الاستاندو بقى وبتاعه مش حلوه. المهم يا باشا البارت الثالث كان اسمه تقريبا ستار داست، ده اللي هو بقى بتاع مين بقى؟ كوجو جوتارو. البارت الثالث رائع جدا بصراحه، لان طبعا ايه من خلال هذا البارت تم القضاء على ديو بشكل نهائي. البارت الثالث بصراحه بارت رائع جدا، وده طبعا يعني بتدور احداثه حوالين مين بقى؟ اللي هو كوجو جوتارو، ده اللي هو مين بقى؟ اللي هو حفيد جوزيف. المهم البارت الثاني ده بتتناول احداثه ايه بقى؟ رجوع ديو مره اخرى ومحاولته للسيطره على العالم. طبعا ديو مصاص دماء قوي جدا لانه مكتسب قوته من القناع ذات نفسه، ودي بتبقى قوه هائله. فطبعا بيحاول السيطره على العالم من خلال بقى ايه؟ جسم جوناثان، لان جوناثان كان جسمه قوي جدا، هو كان اخد جسمه. فيجي مين بقى؟ عمك كوجو جوتارو اللي هو حفيد جوزيف حفيد جوناثان. هي شجرة كبيرة وهم عيلة مع بعض، معلش. فطبعا هو يعني كوجو جوتارو وجوزيف وكاكيوين وبلينارف ومحمد عبدول، هم الخمسة دول أخدوا بقى رحلة طويلة عريضة بحلقات كتير علشان يروحوا يقضوا على ديو بشكل نهائي. وفعلا في البارت الثالث جوتارو قضى على ديو بشكل نهائي، قتله خالص. نيجي هنا بقى النقطة، إيه يا باشا الاستاندو ده يا حبيبي؟ أنت من شوية كان في قناع بيحول الناس لمصاصين دماء، وجوناثان راح يتعلم حاجة تقنية اسمها الموجات عشان يبقى قوي ويقدر إن هو يتغلب على ديو. طب دلوقتي مفيش لا موجات ولا في قناع، ايه بقى موضوع الاستاندو ده؟ لا مش هنعرفك ايه هو الاستاندو ده، مش هنعرفك. هو كل واحد عنده قدره كده وخلاص. هو جوتارو كان عنده يعني روح شريره اسمه النجم البلاتيني، ده سريع جدا وقوي جدا وبيقدر يوقف الزمن. استاندو بتاع مش عارف كاكيون بيعمل ايه، استاندو بتاع بلينارف ما اعرفش بيعمل ايه، استاندو بتاع محمد عبدول بيطلع نار كده، استاندو بتاع ديو، حتى كمان ديو بقى كان يعني بقى ليه استاندو كمان، يعني بالاضافه لان هو استخدم القناع الحجري وبقى مصاص دماء، لا ده هو عنده استاندو كمان. الاستاندو بتاعه اسمه ذا ووردو اللي هو العالم، ده بيوقف الزمن برضه وقوي جدا والكلام ده يعني. بعد كده راح نزل بالبارت الرابع اللي هو دايموند از انبريكابل، ده بتاع مين بقى؟ جوسكي. مين جوسكي دوت؟ ده يبقى ابن جوزيف. جوزيف زي ما تقول كده كان مش عارف يعني كان سهران كده مع واحده، فايه جوسكي ده بقى يبقى مين؟ يبقى ابن جوزيف بس يعني من ام تانية. وجوتارو يبقى حفيد مين؟ جوتارو يبقى حفيد جوزيف. وجوزيف يعني تقريبا اتجوز واحده ثانيه وجاب مين؟ جوسكي. يبقى جوسكي عم مين؟ عم جوتارو، صح؟ يعني مع ان جوتارو يبقى اكبر من جوسكي، بس يبقى جوسكي عم جوتارو. يا شجره العيله، استغفر الله العظيم يا رب، ان هي ب 60 نيله. المهم يعني كان في سلسله جرائم بتحصل في البلد اللي قاعد فيها جوسكي، فجوتارو راح علشان يوقفوا مع بعض هذه السلسله من الجرائم. المهم يعني بعد القرف دوت راح بدخلنا على البارت الخامس اللي هو بتاع جولدن وايند، ده بتاع مين بقى؟ جورنو جوفانا. جورنو جوفانا ده بقى يبقى مين؟ يبقى ابن ديو. ابن ديو براندو. من هو مش ابن ديو يعني هو ابن ديو من جسد جوناثان. هو ديو اخد جسد جوناثان. يعني راس ديو في جسد مين؟ جوناثان. جورنو جوفانا ده يبقى ابن مين؟ ابن ديو
بجسم جوناثان. ما علينا، تفهمش هو ابن ديو ولا ابن جوناثان، يعني هو دماغ، هو ابن دماغ يعني ديو وابن جسم جوناثان. ما علينا. المهم يعني هو في البارت الخامس بيتكلم عن ان جورن جوفانا عايز يكون جانج ستار بقى، عايز يبقى زعيم عصابه علشان يقضي على تجاره المخدرات. ايوه هو عايز يمنع تجاره المخدرات، يعني هو عايز يبقى زعيم عصابه عشان يمنع تجاره المخدرات. طب ما كان راح ادنى في كليه الشرطه وخلاص ومنع تجاره المخدرات، ليه اللفه دي؟ البارت السادس بقى اللي لسه نازل اعلانه من كام يوم ده بيتكلم عن جولين كوجو جوتارو. دي بنت كوجو جوتارو، دي بقى تم اتهامها في حاجه كده ودخلت السجن بالظلم، والبارت كله تقريبا بيتكلم عن احداث بقى كتير بتحصل في السجن، وده طبعا هيكون بعنوان ستون اوشن، ده اللي هو البارت السادس. نتكلم بقى شويه عن العيوب اللي موجوده في الموضوع ده كله. هو جوجو يعتبر يعني مليان حشو كتير، يعني في حشو كتير قوي قوي، يعني في حشو كتير جدا. يعني لو هم عاملين مثلا 30 حلقه في البارت، ال 30 حلقه دول كلهم بيتناولوا كميه صراعات لا تتوقف. يعني ايه؟ عندك مثلا البارت الثالث كانوا رايحين يقضوا على ديو في مصر، فتعالى بقى احنا في الطريق رايحين مصر، ماشي يا باشا. احنا ايه ده؟ طبعا ديو كان عمال يبعت لهم ستاندو، ناس يعني عندها قدرات ستاندو عشان خاطر ايه؟ يمنع جوتارو وجوزيف يعني وكده، وان هم ايه؟ يوصلوا مصر يعني عشان يقضوا على ديو. فطبعا كانوا كل شويه يبعت لهم ايه؟ ستاندو كده. فتعالى يا باشا ايه ده؟ ده في واحد هو معاه ستاندو، يلا نتغلب عليه. فجوتارو يتغلب عليه، تمام كده؟ حلقتين مثلا بيتغلبوا على واحد، تقريبا كان الستاندو بيقعدوا حلقتين يتغلبوا عليه. الحلقتين اللي بعد كده استندو تاني، مين اللي هيتغلب عليه بقى؟ بولينارف، تمام. حلقتين اللي بعد كده استندو كمان، مين اللي هيتغلب عليه؟ كاكيوين، ماشي تمام. حلقتين اللي بعد كده ايه ده استندو، مين اللي هيتغلب عليه؟ محمد عبدول، ماشي. حلقتين كمان مين اللي هيتغلب على استندو ده؟ جوزيف، تمام. حلقتين اللي بعد كده استندو كمان، مين اللي هيتغلب عليه؟ ها جوتارو وكاكيوين، تمام. حلقتين بعد كده جوتارو وبولينارف، محمد عبدول وجوزيف كده، فاهم انت بقى؟ كل حلقه عمال يجيب لك ستاندو جديد، كل حلقتين ستاندو جديد او اتنين ستاندو واتنين يتغلبوا عليه، او واحد دخل الحمام والتاني يعني بيحارب ستاندو، واحد نايم والتاني قابل ستاندو، واحد راح يشتري عصير قصب والتاني قابل ستاندو كده بقى، طول ما احنا ماشيين بقى بهذا النمط. وطبعا الستاندوات دي ملهاش اخر، يعني ايه ده طياره نعمل ستاندو، ايه ده طوبه نعمل لها ستاندو، ايه ده مسدس نعمل ستاندو، يعني اي حاجه بيقابلها بيعمل منها ستاندو. المؤلف طول ما هو قاعد كده اي حاجه عينه تقع عليها يعمل منها ستاندو. ما هو احنا كده مش هنخلص يا بابا، ستاندو ميه، ستاندو نار، ستاندو هواء، ستاندو رمل، ستاندو طوب، ستاندو رياح، ستاندو سحر، ستاندو مش عارف حديد، ستاندو نحاس، مش معقول ستاندو مغناطيس، مش كده يعني اكيد، يعني الحاجات دي يعني كده انا هبدا بقى ايه ازهق. فكان الموضوع ده مش طبيعي، ممتد مش البارت الثالث بس، ده البارت الثالث والبارت بتاع جوسكي كان برضو رهيب. كان طول ما انا قاعد كده كل حلقه ايه ده شيف في المطعم نعمل له ستاندو، ستاندو اكل طعام، ستاندو خياط ترزي، ستاندو مش عارف مش عارف ايه، يعني كميه ستاندوهات مش طبيعيه. نيجي بقى للاهم من كده، الستاندوهات دي بتيجي منين؟ فضل في هذه المماطله لحد وقت متاخر جدا، لحد ما الناس زهقت خلاص وطقت من جنابها، بدا بقى يتكلم عن الاستندوهات دي بتيجي منين. يعني قال لك الاستندو ده بيجي من خلال سهم، لو السهم ده طعن شخص يبدا تظهر عليه هذه العلامات، يا اما يموت يا اما يبقى عنده ستاند. طيب ماشي، يعني انت جاي تعرفت الكلام ده دلوقتي؟ انا عرفت الكلام ده دلوقتي، عرفت الكلام ده في البارت الرابع، موضوع السهم ده اللي هو في جوسكي، عرفنا ان في سهم او تقريبا في اواخر البارت الثالث مع البارت الرابع، ان يعني في سهم لو حد اتصاب بيه يبقى عنده ستاندو. طيب ماشي، البارت الخامس بقى بتاع جورنو اللي هو الخامس بقى، قال لك بقى ايه؟ تعالى بقى نتكلم ان السهم ده جه منين، في حته كده في الاخر، في الاخر خالص اتكلموا عن السهم ده وقال لك ان السهم ده اصلا مصدره ايه وجه منين. تعالى بقى الحاجه الثانيه، انت ليه عمال تحشي في كميه تفاصيل ملهاش اي 30 40 لازمه، انا مليت منها وزهقت منها، وبتتجاهل تماما ازاي كوجو جوتارو جاله ستاندو. ما تقول لي جوتارو اتصاب السهم ازاي وبقى عنده ستاندو ازاي، ولا انت عايز تقول ان علشان دي من يعني جوتارو من عيله جوستر، ان الناس دي كلها جوسكي وجوستر وجوزيف والناس دي بتتوارث القوه دي من غير سهم، ده اللي انت عايز تقوله؟ لو حد يا جماعه عنده فكره عن المعلومه دي يقول لي، يعني هل هما الناس دي فعلا اللي من عيله جوستر ما اتصابتش بالسهم وبقى عندها ستاندو
ولا لازما وضروري ان تكون الناس دي اتصابت بالسهم؟ طيب لو هي اتصابت بالسهم وبقى عندها ستاندو، ليه المؤلف لم يناقش هذه الامور؟ ليه ما قاليش جوتارو اتصاب بالسهم ازاي بقى عنده النجم البلاتيني؟ ليه الناسك الارجواني اللي في جوزيف جاله ازاي؟ اتصاب بالسهم امتى؟ كل التفاصيل. جوسكي، جورنو، كل الناس ده يا جماعه اتصابت بالسهم ازاي؟ اتصابت بالسهم امتى؟ جالها ستاندو امتى؟ فبصراحه انا مش عايز برضو افتي في الموضوع ده قوي. يعني هو ليه المؤلف تجاهل هذه النقطه؟ ولا الناس دي تتوارث هذه القوة؟ أنا برضو مش متأكد بصراحة يعني من الموضوع ده، بس حاجة مستفزة يعني. فطبعا يعني دي تعتبر أكتر حاجة مضايقاني، تفاصيل قليلة مش واضحة، حاجات كتير ما نعرفهاش، وحشو كتير في النص. أعتقد إن البارت اللي هو بتاع ستون أوشن ده برضو هيبقى في نفس النظام، هي هتبقى في السجن وبرضو هيبقى يعني صحاب جداد، شخصيات جديدة، ويلا بقى نقابل في ستاندو بقى طول المسلسل وخلاص على كده. بقى يديك إيه؟ يديك حاجه كده بس في اول المسلسل وحته في اخره، يعني يظهر لك مثلا جوتارو في الاول ويقول كلمتين ما اعرفش ايه، وبعدين برضو في الاخر برضو يديك معلومه كده برضو عن السهم ده ومش عارف وخلاص على كده يعني. انما التفاصيل الاساسيه قالب رئيسي، كل الاحداث بتدور حوله بشكل واضح بتركيز، لا مفيش الكلام ده. دايما القصه الاساسيه او القالب الاساسي بيبقى التركيز عليه ضعيف جدا، بيديك منه معلومات بالقطاره، نقطه في كل بارت يديك نقطة كده، ما حتة صغيرة من القالب الأساسي، وبقية الحلقات كلها حشو 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 يعني. إنما هو كمانجا وكمسلسل هو جميل وحلو وكل حاجة، والرسم والتحريك بتاعه رائع، الاستوديوهات اللي شغال عليه كلها رائعة، من أول بارت لآخر حاجة يعني، في تطور مستمر. هو رائع بالرسم والتحريك، رائع جدا، و يعني كقصة ممتاز، بس أنا كان نفسي يكونوا مركزين أكتر على أساس القصة عشان نفهم كل حاجة رايحة فين وجاية منين. بلاش تجاهل التفاصيل ده عشان بيضايق. إن شاء الله البارت السادس هينزل قريب نتفرج عليه. بس ده كان كل اللي عندي النهاردة عن جوجو بيزر أدفنشر. لو حابب جنب الألعاب أكمل مراجعة أفلام ومسلسلات، حط لايك على الفيديو واشترك على القناة، واستنى الحلقة اللي جاية.